نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. مرت مهنة الطوافة منذ نشأتها بمراحل عديدة من التطور، بعد أن كانت بين يدي أسر كريمة، ثم تحولت بعد ذلك إلى مؤسسات، ثم أصبحت الآن بفضل الله تبارك وتعالى شركات، وما ذلك إلا لخدمة حجاج بيت الله الحرام. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا البرنامج الجميل المكرمة. واليوم في المركز ضيفنا كما تعودنا معاه في الحلقة الماضية ما شاء الله تبارك الرحمن، المطوف حسان حسن صميلي. تفضل أستاذ حسان صميلاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو لؤي. شكرا للاستضافة، جزاك الله خير. أنستنا، الله يحييك. تفضل. أهلا وسهلا أستاذ حسان، كيف حالك؟ الله يبارك. طيب بخير. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يكرمك. يا هلا وسهلا. كلفنا عليك وتعبناك. لا لا، واجبنا، وجزاكم الله خير على الرسالة اللي بتعطوها هذه. الله يكرمك، الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام، الحلقة الماضية كنا مع ضيفنا الكريم وتوقفنا سوا في موضوع الطوافة وتاريخها وتطورها وكيف القصص اللي كانت، يعني حتى إنه ما شاء الله تبارك الرحمن الأسر اللي كانت تقوم على خدمة الحاج من المطوفين وما شابه، بعضهم وصلت الترابط بينهم وبين الحجاج، أصبح بينهم نسب وصهر. صحيح كده يا أبو لؤي؟ صحيح. ما شاء الله. صحيح. نعم. طيب صحيح. إحنا خلينا نرجع سوا مع بعض نتكلم عن البدايات، بدايات الطوافة كيف كانت، وبعدين تحولت مديرية، بعدين وزارة، بعدين مؤسسات، والآن أظن شركات. نبغى نأخذ التاريخ هذا منك يا أبو. أبشر أبشر، يسعدني. الله يكرمك. الحقيقة نحن تكلمنا إنها كيف كانت، بدأت من الأول عام 1848 من الشراكسة، بعدين في العهد السعودي الزاهر الله يحفظهم أنشئت أول شيء. معليش أنا بستخدم. لا تفضل، عشان التواريخ. نعم. عشان لا أنسى، مديرية الحج، وبعدين خرجت وزارة الحج والأوقاف وانشئت عام 1381، وأول رئيس لها أو وزير كان معالي الأستاذ الشاعر والأديب حسين عرب. حسين عرب، نعم، رحمة الله. بعدين أخذت الحقبة الثانية، تحولت الأسر والعوائل المطوفين إلى مؤسسات، مؤسسات كل مجموعة يكونوا مكتب لخدمة. كم مكتب أصبح صار ما شاء الله؟ والله كل يعني أكثر من 50 مكتب ما شاء الله. إيه. 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 بس المؤسسات كلها 6 أظن. أول إيوة المؤسسات 6. حلو. أنا أقولها المؤسسات 6 تشرف كل موزع وتنظيم. كيف؟ يعني مؤسسة الدول العربية كلها تحت مؤسسة واحدة. كلها مؤسسة واحدة. حلو. تخدم بس حجاج الدول العربية. يا سلام. بعدين طبعا تحت المؤسسة دي مطوفين كثير. ما كلام، ما في كلام، اللي هم أول كانوا متخصصين في طوافة العرب. إيه؟ فصاروا تحت المؤسسة دي. المؤسسة هذه تنظيميا يعني عليها المؤسسة تنظيمية وتوزع الحجاج عليهم. يا سلام. بعدين كمان أنشأت مؤسسة تركيا. حلو. ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، هذول متخصصين في المؤسسة هذه. وبعدين في جنوب آسيا. يا سلام. مكاتب برضها. وبعدين في الدول الأفريقية الغير العربية. أوه ما شاء الله. إيه وزي نيجيريا. وفي دول جنوب شرق آسيا، هذول برضه مؤسسة لها مؤسسة خاصة مطوفينهم لحالهم. وفي مؤسسة إيران، هذه 6 مؤسسات
كانت يعني تشتغل تجريبية وبعدين صارت. طب اللي في أفريقيا وهم يتكلموا عربي؟ اللي هم زي مصر والدول المغرب العربي والمغرب العربي. يا سلام. هذول عرب. حلو. وهذولاك أفريقيا غير العربية. العاجم يعني. حلو حلو. أتينا طبعا أنشئت في عام 1440 انغلقت يعني انتقلت من مؤسسات إلى شركات عشان تواكب. في البداية المؤسسات هي مو كانت فترة كده تجريبية؟ ايوه. كم جلست تجريبية؟ والله يجي 8-9 سنين. اوه ما شاء الله. ايوه. بعدين صارت معتمدة؟ ثبتت. ايوه. قديش جلست ثابتة بعدها معتمدة؟ برضو 6-7 سنين. اه ما شاء الله. والآن مع النهضة الجديدة. حلو. ومع 20-30 الرؤية. يا سلام. الرؤية انتقلت إلى شركات. يا سلام. يعني نحن نلاحظ هنا في تطور. كانت صحيح. أفراد، عوائل، مؤسسات. يا سلام. الآن أصبحت شركات. يا سلام. شركات لتخدم الناس يعني بتنظيم ولها محاسب ولها قوانين زي الشركة أي شركة. نعم نعم. تقوم بال. يعني سبحان الله التطور ده الهدف الأسمى له خدمة الحاج بدون شك، وتقديم الخدمة على أكمل وجه. وجه وأعلى خدمة. يا سلام. أحسن خدمة. لأنه ضيف الرحمن ما في شك. وكيف ضيوف الرحمن وضيوفنا. وضيوفنا. يا سلام. كيف نتشرف بيهم. ما في شك ما في شك. طب الفترة هذه اللي صار فيها التطور إيش الأحداث اللي واكبتها؟ التطور اللي هذا والله هذه صارت تنظيم أكثر. يا سلام. يعني أول كانت تعتمد على الأسرة الوحدة وعلى العائلة. الآن صارت ثقافات مختلفة. مجموعة مطوفين بيدوا العمل هذا طبعا بدون شك ارتقى. يا سلام. ارتقى في صالح الحاج وتحسين الخدمات. لأنه حتى هم صاروا الحجاج يجوا عن طريق بعثات وعن طريق مؤسساتهم مجموعات منناك يجوا ويأخذوا الخدمة. السير المطوف هنا يعطي خدمة أعلى تكتيكيا وتقنيا ما في شك. ما شاء الله. تقنيا وكل حاجة. وأنا أشكر يعني المؤسسات الحقيقة بهذه المناسبة إنهم صاروا يهتموا بالمطوفين وخاصة يعني النساء بيعطوهم حقوقهم وحقوقهم أسهمهم ويراعوهم رعاية جيدة جدا وشغلوا عيالهم عشان يستفيدوا. يا سلام. استفيدوا واستفاد يعني أجيال تلو الأجيال. نعم. في مراعاة لهم وحفظ للحقوق وكذا. لا. لأنهم كلهم أبناء مهنة واحدة سواء ينطقوا باللغة العربية أو بأي لغات أخرى. يا سلام. طيب أنتوا يعني المطوفين ما شاء الله في اللحظات هذه ما بيأخذوا بعض اللغات من غير العربي؟ إلا كيف لازم. لو مثلا شيوخ الجاوة كلهم لازم يتكلموا لغة الأندلسية. يا سلام. الجاوية كلها. الهنود كذلك. الإيرانيين يتكلموا كلهم. الأفارقة كلهم يتكلموا. لأنه ما شاء الله حتى الباعة اللي حول الحرم شايفينهم أخذين من اللغة ما شاء الله. اللي تخارجهم في البيع والشراء. إيوه عارفين يعرفوها الباعة يعرفوا حتى الأرقام. المبالغ والأنواع اللي يبيعوها اللي يحطها بعروضها يعرف إيش اسمها وإيش مميزاتها. هذه الهرجة والله جميلة بس نخليها بعد الفاصل نكملها. طيب. إذا تسمح لنا أبو لاي. طيب. نذهب سويا إلى فاصل أعزائي المشاهدين ونعود لكم فانتظرونا. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال.
من أرض مكة مشرقاً كالكون زينه الهلال. عدنا لكم بعد الفاصل لنكمل مع حبيبنا وضيفنا الكريم الأستاذ حسان حسن صميلان. كيف حالك أبو لؤي؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك ويسلمك. سعيدين. الله يكرمك إن شاء الله. والله إحنا اللي سعيدين بوجودك وبالذكريات الحلوة دي والمهنة هذه اللي يعني سبحان الله يمكن مكة كلها تتشرف فيها، مو بس المطوفين وأبنائهم. والله صراحة الواحد يعني افرح انه هو جار مطوف او قريب مطوف انه بيقدم الخدمه دي وبيخدم الحجاج بعيونه، بيشيلهم فوق راسه، هذا اللي بنشوفه وترعرعنا عليه وكبرنا عليه وشفناه بعيونه. طيب احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على موضوع انه الحاج كيف بتقوم خدمته عند المطوف، لو نكمل الموضوع ده يعني ايش القصص اللي عندك؟ ايش اللي الحاج علاقته بالمطوف والمطوف علاقته بالحاج هذه ما تنقطع من وروده ووصوله إلى مكة إلى ذهابه إلى بلده بشاء الله مطمئن وأعطى واجباته، فالعلاقة قائمة. المطوف كل مطوف كانوا يسوي برزة تبدأ بعد العصر. برزة عبارة عن إيش يعني؟ هذا المركز. حلو. يجلس المطوف ويجوا الحجاج يجلسوا معاه ويتكلموا. دردشوا عن بلدهم عن احتياجاتهم، إيش شافوا إيش ناقصهم، ويجلسوا يشربوا الشاهي والقهوة، وبعدين يروحوا يصلوا المغرب ويرجعوا، وبعدين يروحوا يصلوا العشاء. حلو. كنا نحن أبنائهم ننزل الحرم في لنا مواقع معينة حصوات حجاجنا يجلسوا فيها ونحن نقوم بتطويفهم بس. حلو. طواف كده قد أدوا واجبهم بس. حلو. طواف لله ألين بعد العشاء وهم هنا يتسامروا مع بعض اللي قد راح وهذا ويجلسوا مع المطوف مع بعضهم البعض ويتناولوا مشاكلهم إذا احتياجاتهم وانتقلوا بعد كذا يطلعوا يناموا والفجر يقوموا لأداء صلاة الفجر. حلو. طبعا ما شاء الله هم بحالهم لأنهم هو جاي عشان هذه الفريضة. نعم. وكان المطوف يعني دائما أول ما يجي الحاج يضيفهم يعطيهم ثلاثة وجبات عبال ما يرتب حاله. حلو. الحاج في السكن يا سلام يديله فطور وغدا وعشاء أو عشاء وفطور ثلاثة وجبات يا سلام الآن يتجهز ويسكن مظبوط ويرتب نفسه. أيوة. ما شاء الله هذه إكرامية من المطوف. أيوة هذا واجب. أيوة. واجب إكرام الضيف واجب يا سلام وهذه نحن عايشين على هذه. بعدين نحن يعني نشتاق قبل يجي بعد رمضان نبدأ نشتاق للاجتماع هذا، نشتاق للحجاج، نشتاق والله ريحتهم يا سلام وجلستهم معانا. وترتبوا المكان وترتبوا البيت. من قبل شهرين يترتب الخيام، تطلع تتفكك تتنظف. يا سلام. ترجع البيوت اللي مجهزة للسكن نجهزها، نتأكد من العمالة المتماجدين، الأولاد اللي يساعدونا في الطوافة، كل هذه التجهيزات قبل شهرين. قبل شهرين شغالين عليه. يجلسوا هم يستعدوا ما شاء الله. ونفرح أول ما يجي أول حاجي أول فوق. ونزعل أول آخر حاجي لما تودعوه. الفرقة هذه الطيبة اللي جمعتنا لأنه عشرة صارت. اي والله وأجمل عشرة والله. اي والله على طاعة الله. الله وصول. أكبر. الله. طبعا أغلب المطوفين بيوتهم حوالين الحرم. نعم. فلذلك الحاج مهما سكن حيكون روحته للحرم على رجله. نعم. يمشي على رجله. نعم. أجملها من. نعم. يعني ما شاء الله سكنة ومشي وخطوات وأجور. صحيح. صحيح سبحان الله. صحيح. طيب إذا إيش عندك كده كلمة بتوجهها في الختام؟ والله أولا في الختام أشكركم أنتوا وأشكر جهازكم التلفزيوني على تلفزيون مكة اللي نشر هذا الموضوع وأعطاني أنا فرصة إني أتكلم. إحنا الحقيقة والله أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. أنا بس في الأخير أحب أقول لأبنائي المطوفين أبنائي وأخواني وزملائي إنه هذه المهنة لا تتركوها، تمسكوا فيها، هذا شرف عظيم لكم ولآبائكم
وأجدادكم وأبنائكم في امتدادهم. نعم. وأرجوكم لا تفكوها وأعملوا فيها، سواء كانت مؤسسات أو شركات، حسب توجهات الدولة لنا، فنحن مطيعين لهم ونعمل في خدمة الحجاج بأي أسلوب هم يراه صالحا لخدمتهم. الله يجزاك. أنا أكرر أقول لهم لا تتركوها، أشتغلوا. رغم يا أستاذ أنه في أبناءنا بعضهم ما يقدروا يشتغلوا فيها، ليش؟ لأنه يكون هو يشتغل في القطاع الصحي مثلا، عمله ما يسمح له، يشتغل في القطاع العسكري عمله ما يسمح له، في ناس ما في وزارة الحج ما يسمح له، فهو اشتاق، لكن إن شاء الله إنه مأجور إن شاء الله، لأنه في كل مجال بيخدم. ما إن كان في الصحي حيخدم الحجاج، وإن كان في المجال العسكري حيخدم الحجاج. صحيح. وسبحان الله، مكة وجدة والمدينة كلها تتحول لخدمة الحجاج، ما في شيء، في أشهر الحج. الله يسلم. وهذا فضل الله عز وجل على هذه البلاد، بفضل الله إنه يكونوا ضيوفها من ضيوف الرحمن، الحمد لله، وإنه يكون أنتم عندكم أجل وأجمل وأشرف مهنة بفضل الله عز وجل. كلنا مشاركين. نعم، بلا شك، كل القطاعات مشاركين. أنت تعرف في الحج حتى أنت مشارك، وده كل مين يشارك بقدر ما عمله وبقدر ما يقدم لخدمة الناس. في الختام حبيبنا أستاذنا أستاذ حسان حسن سميلاني، الله يسعدك على هذه الجية وعلى هذا الزيارة، ونتشوق إن شاء الله أن يكون في حلقات قادمة معك. اللقاء ما شاء الله مر سريعا من لطافة كلامك وجمال حديثك والذكريات اللي رويت لنا هي. الله يجزيك. ما يسعنا في الختام اللي نشكرك وندعو الله عز وجل أنه يبارك لك في مالك وعيالك وأبنائك. هذا، وصلي وسلم على سيدنا محمد. وأنا أشكركم وأوجه كلمتي لخادم الحرمين وسمو ولي العهد لجهودهم الواضحة والبارزة في خدمة هذول الحجاج والوافدين، والله يديهم الصحة والعافية ويجعلهم إن شاء الله دوما في خدمة. آمين آمين آمين. الله يجزاك خير. نضم صوتنا لصوتك وندعو الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالهم، وهيئ لنا ولهم البطانة الصالحة اللي تعيننا على الخير وتدلنا عليه. الله يجزاك خير. الله يسلم. شهدي الكرام، ها نحن بلغنا سويا إلى ختام هذه الحلقة، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة نستكمل معكم هذه اللقاءات الجميلة مع مشايخنا وأساتذتنا وحبايبنا الذين لهم باعا كبيرا في خدمة حجيج مكة وحجاج مكة وخدمة مكة من جميع نواحي هذه البلد الحرام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. كرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه